الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أحبتنا طلاب الصف الأول المتوسط بشركة آفاق التعليمية. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى على موعد جديد مع درس من دروس الدراسات الإسلامية ومادة التفسير. الوحدة الأولى قصة نبي الله سليمان عليه السلام. ماذا أريد أن أتعلم في هذه الوحدة؟ أريد أن أتعلم 1. أوضح معاني الكلمات الغريبة في الآيات من 20 حتى 44 من سورة النمل. أفسر الآيات من 20 إلى 44 من سورة النمل تفسيرا سليما. أبين منهج الدعوة إلى التوحيد من خلال قصة نبي الله سليمان عليه السلام. 4. أستشعر قدرة الله تعالى في تأييده نبيه سليمان عليه السلام بالمعجزات. نبدأ على بركة الله الدرس الأول، تفسير سورة النمل الآيات من 20 إلى 26. استعرض نبي الله سليمان جنوده، وكان له جيش عظيم من الجن والإنس والطير، ومشى بينهم ووقف يتفقد الطير، فلم يجد الهدهد، لم يكن معهم، ولم يكن قد استأذن الهدهد من نبي الله سليمان في الغياب عنه. فلما فقده نبي الله سليمان توعده إن لم يكن لغيابه عذر أو سبب مقبول، فجاءه الهدهد بعد زمن قليل فقال: جئتك بخبر عظيم، وهو خبر أهل اليمن وملكتهم التي كانت تحكمهم، ومستنكر، أي الهدهد مستنكر ما هم عليه من عبادة الشمس وما يعبدون الله وحده لا شريك له الذي خلقهم ويعلم سرهم ونجواهم. الآن نستمع أحبتي إلى الآيات. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان معنا أحبتي إلى الآيات. والآن نتأمل أو تأمل في الآيات المتلوة واقترح موضوعا مناسبا لها. يمكن أن تكتب قصة نبي الله سليمان مع الهدهد، أو أكتب غياب الهدهد عن نبي الله سليمان. معاني الكلمات: ضع علامة صح أمام المعنى المناسب. تفقد، وهنا يأتي بخيارين، اختر المعنى الصحيح. تفقد معناها بحث عن الشيء المفقود. مكث، بقي زمنا،
أحط أدركت، عرش سرير الملك، الخبأ المخبوء الذي يختفي عن الإدراك والنظر. تفسير الآيات من 20 إلى 26. وتفقد الطير واستعرض سليمان عليه السلام الطير بحثا عن المفقود منهم. تفقد الطير بحث عن المفقود، فكأنه افتقد الهدهد، لم يجده، لم يراه، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، هل ستره عني ساتر فأنا لا أراه، أم هو غائب بدون عذر؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لعدم استئذانه مني. وقيل لأعذبنه عذابا شديدا، بمعنى أن نبي الله سليمان ينتف ريشه، أو لأذبحنه يقتله حتى يتبين له أن الهدهد كان غائبا. قال أو ليأتيني بسلطان مبين، يأتي بحجة ظاهرة فيها عذر مقبول لغيابه. فمكث غير بعيد، فبقي الهدهد زمنا يسيرا، ثم حضر عند سليمان عليه السلام فقال له، أتى بالعذر، أتى بالحجة الواضحة، فقال له أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أدركت من العلم ما لم تعلمه. وهنا دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. وجئتك من سبأ، مدينة سبأ بأرض اليمن، بخبر يقين خطير الشأن، إني وجدت امرأة تملكهم تحكمهم، وأوتيت من كل شيء، أعطيت من كل شيء من أسباب الدنيا التي يحتاجها الملوك، ولها عرش عظيم، لها سرير ملك عظيم، لها كرسي تجلس عليه عظيم الشأن، ففيه ما فيه من اللآلئ، ومرصع بالمرجان وبالذهب، حتى وصفه القرآن بأنه عرش عظيم تجلس عليه لإدارة ملكها. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعبدون الشمس ولا يعبدون الله وحده لا شريك له، الذي خلقهم ورزقهم ويعلم سرهم ونجواهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم، حسن لهم الشيطان أعمالهم السيئة، وهي عبادة الشمس من دون الله، فصدهم عن السبيل، منعهم أو صرفهم عن الإيمان بالله وحده لا شريك له، فهم لا يهتدون إلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له. ألا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ حسن لهم الشيطان عبادة الشمس لئلا يسجدوا لله الذي يخرج المخبوء، وهو المستور في السماوات والأرض من المطر والنباتات، وسخر لنا هذا الكون، فيترك هذا كله ويعبدون الشمس، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، ويعلم ما كل ما تستترون وما يظهر من حولكم. الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هو خالقه، وهو يعلم كل شيء في الأرض وفي السماء، في الأرض وفي السماء. الله لا إله إلا هو، ذلك الذي يعلم كل أموركم، هو الله الذي لا معبود يستحق العبادة سواه، رب العرش العظيم. نشاط رقم واحد، أخي الطالب، بعد أن تمكنت من تفسير الآيات السابقة يتوقع منك أن تكون قادرا على تفسير الكلمات التالية. سلطان، ما معنى كلمة سلطان؟ حجة أو عذر، أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة واضحة. غير بعيد، فمكث غير بعيد، ما معنى كلمة غير بعيد؟ زمن يسير. نبأ، خبر. فصدهم عن السبيل، ما معنى كلمة صدهم؟ منعهم أو صرفهم. بعد أن بينا معاني الكلمة الغريبة وتكلمنا في تفسير الآيات، يتوقع منك أن تكون قادرا بني الطالب على استخراج الفوائد والاستنباطات وما يؤخذ من الآيات. واحد، حزم سليمان عليه السلام مع جنوده، كان حازم، تفقد الجيش، فكأنه لم يرى الهدهد أو غائبا عنه،
فتوعده أن يأتينه بعذر أو يعذبنه أو يذبحنه. من تمام العدل ألا تكون العقوبة إلا بعد ظهور البينة بوقوع الذنب. نبي الله سليمان توعد الهدهد، نعم توعده بالذبح أو بأن يعذبه، لكن قال أو ليأتيني بسلطان مبين، لا أنزل عليه العقوبة إلا بعد ظهور حجته أو دليله، أن الأنبياء عليه السلام لا يطلعون على ما لم يطلعهم عليه الله سبحانه وتعالى، وقد خفي على سليمان أمر سبأ في اليمن، وهذا كما قلنا أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، أن الله تعالى قد يعطي الملك من يحب ومن لا يحب، فليس الملك دليل على رضا الله سبحانه وتعالى. الشيطان يزين المعصية للناس كي يعصوا الله تعالى، أن الله تعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه مهما كان صغيرا، والإيمان بذلك يوجب على المسلم أمورا منها مراقبة الله تعالى، قال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا. الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، فلا تخشوهم واخشوني. جيم وما نهاكم عنه فانتهوا، الانتهاء عما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن يراد الله سبحانه وتعالى حيث أمرنا وأن يفتقدنا حيث نهانا. سبعة، أن لله تعالى عرشا وهو أعظم المخلوقات وأعلاها، قال صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. تطبيقات سلوكية، لا ألوم أحد حتى أعرف هل له عذر أم لا، أراقب الله تعالى الذي يعلم ما أخفيه وما أعلنه فلا أعصيه سبحانه وتعالى لأنه يراني. وأخيرا التقويم، فيه معاني الكلمات وفيه سؤال 2 اختر الإجابة الصحيحة، وفيه سين 3 استخرج من الآيات ما يدل على التالي، وهذه تكون واجب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.